أعلنت وزارة الإعلام تمديد استقبال المشاركات الصحفية في الدورة الثامنة لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة حتى الأول من مايو 2024. هذا ويحق لكل صحفي يعمل في إحدى الصحف أو المجلات المحلية اليومية أو الأسبوعية أو الدورية التي تصدر في مملكة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية وتكون أعماله منشورة خلال عام 2023. وطلبت كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين التقدم بأعمالها لنيل إحدى الجوائز المقدمة تبعا للشروط الموضوعة. وللمشاركة في المسابقة والاطلاع على شروطها تدعو الوزارة إلى زيارة الصفحة المخصصة للجائزة على موقع وزارة الإعلام.